وإلا كيف يطيب لنا منام أو يهنأ لنا أكل وإخواننا تمزق أوصالهم تمزيقا وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم؟ أين الإسلام؟ يعني لو مشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق نصرة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقة، لكن مع الأسف أننا إخوان يفعل بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فروشنا، والله خزي وعار أمام الله وأمام الخلق. لو يقتل يهودي في أرض محتلة مغتصبة قامت الدنيا وقامت من ورائها الأمم.